لم يجتمع هؤلاء الأطفال عبثا في هذا المكان. فأم عائشة الحائزة على شهادة الصيدلة قد فتحت قلبها وبيتها لتحفيظهم ما تيسر من كتاب الله. فالقصف المستمر على مدينة دير الزور والذي دمر كل المدارس تقريبا حرم جيلا كاملا من حقه في التعليم. وتتراوح أعمار الأطفال بين الثالثة والثامنة من العمر. هون إحنا بنطلع على الشقة متعلمنا القرآن الكريم لأننا نقدر نطلع برا من القصر. وكتشجيع منها للأطفال تقوم أم عائشة بتوزيع الألعاب لهم بين الفينة والأخرى. وتأمل أم عائشة من عملها هذا أن ينشأ جيل على كتاب الله. ينتهي الدرس فيخرج الأطفال سعداء ويبقى الباب مفتوحا لبراعم انشغلوا باللعب حتى أنهم نسوا أنفسهم. لقناة دير الزور الفضائية أبو عبد الرحمن الديري.